اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. الاطفال دايما بيعترضوا على المسقعه، الطواجن بتاعتنا اللي بنعملها، صينيه بطاطس، الحاجات ديت هم مش متقبلينها بصوره زي ما احنا بنحبها. فدايما الاطفال بيبقى لهم اكل خاص شويه وكمان كبار السن. تعالوا نعمل شوية أكلات النهاردة مع بعض بتناسب الصغير والكبير ولكن الأكثر الأطفال، بما أن النهاردة الأكل الصحي ويوم الحد من كل أسبوع أكلنا بيكون صحي والصحة تاج على رؤوس الأصحاء والوقاية خير من العلاج. فهنعمل برضو بنفس الماتيريال وبنفس المكونات أكل صحي. معانا لحمة مفرومة ومعانا بطاطس بوريه، اتسلقت البطاطس بدون أي مادة دهنية واللحم المفروم بتاعنا نسبة الدهون فيه تقريباً 5% و10%، كان دوز أو ضاني ما يفرقش. هنعمل كفتة البطاطس المقلية بطريقة صحية ولطيفة وجميلة. هتقولي مقلية ازاي يا عم الشيف وتقولي صحية، هنشوف مع بعض نعملها ازاي، مش هتشرب زيت ولا أي حاجة. معانا الفول دايما مظلوم، بنعمل ريجيم بنعمل دايت ما باكلش الفول. ليه؟ الفول بروتين نباتي لطيف، مشاكله بسيطة جدا، من على الكولون بنحط الكمون اختفت المشاكل. فتعالوا نعمله النهاردة بطريقة صحية في كل المكونات، في البروتين النباتي والبروتين الحيواني مع طماطم مع بصل أخضر، هيبقى لطيف وجميل. أما الحلو بتاع النهاردة بساطة سهولة مرونة، رقائق التوست الأسمر أو بالشوفان، هنشوف نعملها إزاي مع بعض مع تفاح مكرمل. كمان الحلو ده لطيف وجميل صحي، التفاح مفيد جدا مع التوست اللي هو مصنع ومجهز من رقائق الشوفان. مش عايز اطول على حضراتكم لان الحلقه فيها شغل وفيها مجهود طهوي وفكري. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير. هتروحوا ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد حتى لو بنعمل اكل صحي. ودايما لما بقول الوقايه خير من العلاج يعني خلي يوم في الاسبوع كده اكتبيه على باب الثلاجه الاكل النهارده صحي يا اولاد. ممكن يكون فيه فراخ مفيش، في لحمه مفيش، في خضار ايا كان، ولكن بقدر الامكان تحطي اصابع ايدك على الاتهامات اللي هي الدهون زي الزيت زي الزبده زي السمنه، الحاجات اللي فيها دهون كتيره دي اول حاجه نبعد عنها. تعالوا مع بعض نعمل كفته اللحم بالبطاطس المقليه، وانا اتعمدت اعملها مقليه عشان اوريكي مش هتشرب اي زيت. المقادير على الشاشه، معانا لحم مفروم نسبه الدهون تقريبا يعني ما تتعداش 10% للامانه، انا موثق جزار عليها. معانا بطاطس سلقناها بالقشره وبعد ما سلقناها سبناها لما تبرد وقشرناها، دي ما فيهاش اعتقد اي دهون خالص. هتقولي البطاطس كربوهيدرات ونشويات مفيده جدا للجسم وخاصه للاطفال في السن الاول من عمرهم، بتساعد على تكوين العظام ونشاتهم. معانا بقسماط ومعانا بيض وشويه حب. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله. حلوه قوي. اول حاجه هاخد المفروم ده اللي شكله حلو ده وخلي دول هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد نحطهم كده فين؟ في قلب الكبه بتاعتنا. حلو. معانا في المكونات بيضه، احنا دلوقتي بنعمل مكون غذائي، بيض، بقسماط. حلو قوي. رقائق الذره دي عادي، اخف دسامه من شرايح التوست او العيش البتبان او العيش الفينو اللي انت بتطحنيه وتعمليه بقسماط. ده بصل، ثوم في قلب الخلطه دي كده زي الفل، شويه خضره، بقدونس على شبت، كل دول مع بعضهم يا عم الشيف، وفي قلب الكبه وبنطحنهم. وفي حاله ما بنطحنهم بنشوف بنعمل ايه. We'll be right back.
اللهم صل على النبي. نبص على المكون اللطيف ده كده. مكوناته لحم مفروم، بطاطس، في المكونات بيضة، التوابل بتاعتنا، البقسماط الجميل اللي هو هيشرب اي سوائل تنزل من الكفتة بتاعتي، فيها كربوهيدرات. تيجي نتكلم بقى عن القيمة الغذائية بتاعت المكون اللطيف ده، في كل حاجة ممكن تحلمي بيها، كربوهيدرات، نشويات. كلنا عارفين نشويات البطاطس مفيدة جدا، بتمتص السموم اللي موجودة في الجسم غير أي نشويات. ده كفاية قوي، بناخد كده. نعم يا غالي، أنا ما بحبش أتبل الكفتة وهي في قلب الكبة. بعد ما تنزل بنحط التوابل قدام عينينا ونقلبها بإيدينا. نحط التوابل قدام عينينا ونقلبها بإيدينا. شفت إزاي؟ خلي بالك وأنت بتشيلي اللحمة دي كده تعوري نفسك. حلو؟ ما شاء الله، نص كيلو لحم مفروم هيكفي العيلة والجيران والحبايب وضيوفك، وهتعملي عليه حفلة دلوقتي. هي دي رسالتي. صحية؟ صحية. هناخد الحاجات دي كلها. خلاص مش عايز ده، بشيل كل حاجة اروق الدنيا عشان نشوف عندنا ايه، ونبدأ ان احنا نحط البهارات بتاعتنا الجميلة. اللهم صل على النبي. بهاراتنا يا عم الشيف ايه بقى؟ شوية الملح التمام، شوية الفلفل الاسود، شوية البابريكا الحلوين، شوية كركم حلوين مفيد للجهاز الهضمي. كل دول مع بعض يا عم الشيف، ونمسك الخليط ده نقلبه كويس. كمان شوية زعتر في طريقي وانا ماشي. حلو قوي، ونقلب الخليط ده كده. الله، تفك في الزيت؟ مستحيل. انا حطيت بيضة وحطيت بقسماط، وجود البيض والبقسماط هنا عامل قوي بيجمع كل الماتيريال ده والمكونات دي مع بعضيها. شفت الخلطه دي؟ صحيه؟ بنسبه كام يا عم الشيف؟ نسبه ممتازه، يعني 80% 90%. لان الدهون هنا هي بس طريقه القلي، انا حابب اقليها عشان تبقى كريسبي عشان الاولاد يحبوها. عندنا اطفالنا ممكن طفلنا وزنه زايد زياده شويه، قليل جدا لما بنلاقي اطفال عاملين كنترول على الاكلات اللي فيها دهون او دسمه. وايه المشكله لما يبقى عندنا يوم في الاسبوع كده اكل صحي؟ شفت الخلطه جميله الحلوه دي كده؟ زي ما هي كده. حلو، ومعانا بقسماط، ونبدا ان احنا نعمل شويه حلوين كده. ممكن نعملها قراص، ممكن نعملها زي داوود باشا، ممكن نعملها زي البرجر. طبعا انت عارفه اولادك بيحبوا ايه. بما ان الحلقه النهارده اكل صحي بنهديها للاطفال وكبار السن، في مشاكل صحيه من ناحيه المكون بتاع اللحم خالص. مكونات هنا حته لحمه كندوز اتفرمت ناعم، تتفرم ناعم من عند الجزار، مع بطاطس بوريه اتسلقت، مع بصل، مع ثوم، مع شويه حب. عارفه انك بتعملي ايه؟ شويه ميه معانا كده، ونبدأ نشتغل على البلانشة الحلوة دي كده. ايديا في المية، مش هحطها في بيت تاني ما تقليش، زي ما انا شغال كده اهو في البقسماط. شفت البساطة هنا والسهولة اهو. ليه بقسماط يا عم الشيف؟ او ليه رقائق الذرة؟ عشان ما تشربش زيت، ده بيحميها، كفر خارجي بيحميها من ان هي تشرب زيت. تاني مع بعض. الله كده زي الفل يا عم الشيف، سهله والله العظيم. ما شفتكش جبت بيض وخفقت بيض خالص. تاني اهو زي ما انا شغال، ايدي في الميه اغلفها كده اهو. وجود البطاطس هنا بيغنيني عن البيض في البقسماط. اعملي الاشكال اللي الاولاد بيحبوها بقى. كده دي
قد بعضيهم زي الفل. معانا ميه زي ما انا شغال كده في قلب البقسماط. يلا اعملي كميه بقى تكفي حبايبك وجيرانك وضيوفك. مفيش مانع رايحه تزوري حماتك، رايحه تزوري ماميته اهو، جارتك. بفتح التلفزيون النهارده القناه الاولى لقيت الشيف المغازي جاب نص كيلو لحمه مفروم وعمل يا اختي صينيه لحمه قد كده اهو، مع نص كيلو بطاطس، والمكونات لطيفه وجميله صحيه اهو. بتحط ايدك في الميه ليه يا عم الشيف؟ اهو زي ما انا شغال كده اهو. تاني اهو. ايه رايكم يا شباب؟ حابين تطلعوا فاصل وتسيبوني اعيش مع الاختراع الجميل والابداع الطهوي ده البسيط السهل؟ ماشي، حابين انا معاكم. حلو اهو، عينيا اهو. اعملي الاشكال اللي انت حباها، ممكن تدوراك اهو. يلا عشان الاطفال اللي بيحبوا الحاجات اللي هي شبه داوود باشا اهي اهي اهي، شفت؟ ونرميها هنا كده اهو. يلا شويه حلوين كده اهو اهو. التحمير وطريقه السوى في قلب زيت شديد الحراره مع بعض، هنشوف نحمرها ازاي تبقى كريسبي ولطيفه وجميله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نتساءل واحنا بنتابع شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، الشيف المغازي بيقول الوقايه خير من العلاج والاكل صحي، ولكن كلام مش مفهوم. ازاي عامل كفته وازاي هيلاها في الزيت؟ هو انا لما اعمل رجيم ولا اعمل دايت ولا اعمل يوم في الاسبوع واكون ماشي على نظام غذائي واكل يوم في الاسبوع حاجات مقليه ولكن بطريقه صحيه، والشطاره هنا ان الحاجه اللي بتقليها دي ما تشربش زيت وتقليها بزيت صحي. يعني ايه زيت صحي؟ يعني ما يكونش قاطع. ما ينفعش ان انا الف الزيت ده طعميه وبطاطس وقاعد اليه فيك، لا، انا هعلمك ازاي ان الزيت تشوفيه قاطع ولا مش قاطع ازاي وانا شغال، يبقى زيت صحي. ومعانا الكفته شكلها على الشاشه لطيف وجميل، يعني مليون كلمه. كان طبعا من شويه ثلاث حاجات بقسماط ولحمه وبطاطس اتحولت لشكل لطيف وجميل. تعالوا مع بعض ونشوف نحمرها ازاي. تعالوا اهو زي الفل في قلب الزيت. نبدا كده نرفع الشبكه دي ونحط دول كده الاول. زيت شديد الحراره، خلي بالك ما ينفعش زيت بارد عشان ما تشربش زيت. بتحطها بالراحة كده، الأولاد يحبوا الحاجات دي على فكرة. وزي ما قلنا لحضراتكم في حلقات سابقة، دايما لما تعملي أكل تحط في الاعتبار إن ترضي الأولاد قبل الكبار. الله، أوعى تقلبيها ولا تقعدي تهزي فيها بقى وفرحانة بيها وبتقول لك زي ما هي كده. أه أنت مش بتحمري بلح الشام، أه سيبيها شوية. حلو الكلام؟ دول هيتحمروا على مرة والتانيين على مرة. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل شوية فول النهاردة بالطماطم على طريقتي، طريقة لطيفة وجميلة. وحابب النهاردة أبدع في عمايل الفول بالطماطم مع بعض. مكون غذائي فول، طماطم، بصل، فلفل، ألوان. بجد يا شيف؟ آه، فلفل أخضر، فلفل حار، فلفل احمر، كل الكلام ده هيكون معانا في الطاجن اللطيف اللي احنا هنعمله مع بعض حالا دلوقتي. مقاديره على الشاشه. ومعانا توم، معانا كزبره خضراء وزيت زيتون ومعلقه فلفله حلوه. هي دي المقادير ببساطه شديده، المقادير على الشاشه. حلو، بص لي بقى على الزيت. مخرجنا الجميل الله يوفقك يا رب ويعيدك بزياره النبي يقول امين. بص على الزيت وشوف الكفته بتتعامل ازاي اهو، برضو ما تقلبهاش زي ما هي كده اهو. بتغلف الزيت اهو، ارفع كده شوف الحلاوه اهو اهو. ما تهز زي ما هي. امتى نهزها؟ بعد شويه، بعد دقيقه من الان اهو يا فندم. عينيا اهو، مش ههزها خالص دي، ما تتهزش اهي زي ما هي كده. تنزل هتلاقيها لوحدها فكت دلوقتي وزي الفل. طاسه شديده الحراره على النار. حلو الكلام؟ بنحط فيها زيت زيتون. زيت زيتون، وتختاري نوعية زيت الزيتون تبقى لطيفة وجميلة. ومعانا الفول، معانا الطماطم، معانا البصل، ونبدأ نقطعهم مع بعض.
خلي بالك الطاجن ده فيه كل الخضروات اللي انت حباها، تحط بصل، تحط طماطم، تحط فلفل رومي، فلفل حار، شويه الفول اذا ما كانوش فيهم طعم السبايسي ما بيبقوش حلوين. اهو البصل ده يتقطع كده مكعبات، حلو، مع قرن فلفل حلو كده برضو. ناخد الفلفل الحار ده مش عايزينه، وفي قلب الطاسه الحلوه دي كده بنحطهم، ونشوف شقاوه البصله الحلوه. الله، حلو، ونسيبهم على النار شويه، نهز دي بقى براحتنا. بص على الحلاوه هنا بالله عليك، صلى على الحبيب، هزها بقى، تشقلطها فوق تشقلطها تحت، هي استوت. يلا بينا نطلعها مع بعض، ده سرفيز لوحده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. حطها هنا، حاجة حلوة كده، ده نوع يعني بشكل لطيف كده اهو. ايه الحلاوة دي يا عمش؟ ايه الجمال ده؟ فكت في الزيت؟ لا. شربت زيت؟ لا. كريسبي؟ مقرمشة؟ اهي عينيا. حجز لك واحدة واثنين وثلاثة. خرجنا عايز يدوق. حاضر. انا خدتها زي ما هي كده، بنحطها هنا. ده طبق. ونحط معاه الوردة الحلوة دي، يجعل ايامنا كلها ورد يا رب. قولي امين يا ست الكل. تمام. طبق تاني واحنا مع بعض. يلا بينا. حفلة. بنص كيلو لحمة مفروم. عملنا عليه حفلة. انا بس عايز اوصل رساله، الموضوع مش بالمشتريات. ما اروحش على ماركت واخد العربيه من على باب الماركت واملاها وبمشي وراها مش باينه، وادفع فاتوره قد كده بالفيزا او بكاش، واروح في البيت في الاخر بفطر بقسماط وشاي. حلو، بصلايه على النار اتحكي، والله ده بيحصل، او ممكن ما نفطرش كمان. بصلايه، فلفل حار، شفت الحلاوه والشقاوه؟ والتقليب ما زال مستمر. فلفل رومي قطعه كده برضو، لاحظت حاجه ما قلبتهاش؟ كفته في قلب الزيت، مش هتيجي جنبها خالص، هي لوحدها بتستوي. ده فلفل مع الفول. كون لطيف. جرب الطبق اللي انا هعمله دلوقتي كده، وفي مفاجأة، هنشوف ازاي هنعمل الفول بطريقة جديدة. ناخد الفلفل اللي احنا قطعناه ده كده زي ما هو، اللهم صل على النبي، ننزل بيه هنا. شفت الشقاوة دي كده؟ هو ده. ايه طاجن الفول اللي فيه غلبة كتير دي؟ اصبري على رزقك بالله عليك، ما تزعلنيش مني. حلو، معانا طماطم. شفت الحلاوة دي؟ شفت الشقاوة دي؟ وتقلبة حلوة كده. أهم حاجة تكوني ماشية على المدرسة دي، الحاجة في الزيت بتتحمر، عينك عليها من بعيد وشايفاها بتغلي في قلب الزيت، تفاصيلها ما تقلبهاش ولا تهزيها، خليكي مركزة في طبق الفول اللي بتعمليه ده الوقت. البهارات بتاعتنا أساسي كمون وكزبرة، شويه الملح، اللهم صل على النبي، شويه البابريكا، شويه الكمون بايدك الحلوه دي كده، كمون مطحون فريش وطازه، وما زال التقليب مستمر. معانا فول، دايما بقى نتكلم عن الفول قبل ما نشتغل. فول معانا هنا اهوت قدام حضراتكم. لما نيجي ندمس الفول احنا بنشتريه من بره جاهز، بس انا بنصحك طبعا انك انت تدمسي الفول في البيت بطريقه سهله وبسيطه خالص، وخاصه في ايام الشتاء. طبق الفول مرغوب فيه دفء وطاقه وسعرات حراريه وبروتين نباتي، تقدري تحوليه لبروتين نباتي وبروتين حيواني. طبق الفول صوره مفتوحه من الحاجات اللي تقدري تشكلي وتلوني وتقدمي زي ما انت عايزه. اضافه البيض بقى بروتين نباتي وحيواني.
طاجن فول باللحمة المفرومة بقى بروتين نباتي وحيواني، طاجن فول بالسجق بقى بروتين نباتي وحيواني، واحنا مع بعض الطاسة على النار. حلو الكلام؟ شوية زيت زيتون، الله عليك. أهم حاجة شوية مية الفول اللي عندي. أخبار الكفتة إيه؟ بص عليها كده، بص عليها بالله عليك، بص بص بصة كده، بص وصلي على الحبيب. كريسب. يلا بينا، انزل في قلب الزيت. التركية دي يلا. هو ده عومي. الفول أخباره إيه؟ الله، ده مبقاش فول ده يا شيف. بقى شيخ الفول. بتضحكي؟ ونغزه كده. شفت الجو ده كده؟ يلا بينا، ياخد غلوه بس كده قدام عينيا. الكزبره الخضراء الحلوه، فين الكزبره؟ لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك عشان في مفاجاه جايه. معلقه فلفله حلوه. كل ده في الفول يا عم الشيف؟ شفت دي كده؟ هريسه، عارفاها الحمرة دي؟ عشان احط عليها حاجه دلوقتي واسيبه يغلى على النار وانا واقف. اللهم صل على النبي. يلا نرفع الكفته، استوت، نقدمها. طبق تاني، حفله. بقول لحضرتك اهو، نص كيلو لحم مفروم ويا عم الشيف، ونص كيلو بطاطس. طبقين اتعملوا واحنا واقفين مع بعض بندردش. يلا بينا. سامع الصوت ده؟ الله. سامع الصوت ده؟ صوت القرمشه. حلو قوي، تسلم ايدك يا شيف. على فين؟ جنب اختها. حفله معانا تاني؟ معانا ثلاثه والله، نحطهم في الزيت عشان حبايب النهارده يفطروا بيها. فيها البروتين، فيها النشويات، فيها الكربوهيدرات، فعلا اكله صحيه. وننزل في قلب الزيت. اخبار الفول ايه؟ بص عليه كده، بص على حلاوته، بص على شقاوته. ننزل بالفلفل ده كده، جوزي بيحب الفلفل المقلي. يلا تمام. اخبار الفول، ولو خلص الفول الله يبارك لك، انا مش مسؤول. يلا بينا. فتحات اللطيفه دي، ايوه بشياكه كده. يلا بينا، ركز معايا مع الصوره الحلوه دي. الله يبارك لك ويقعدك بزياره النبي، قول امين. الطبق اتحول لبروتين نباتي. عارفين الفول بيتصدر قائمه الهرم الغذائي من البروتين النباتي لبروتين حيواني. يا عم وانا لازم احط لك لحمه مفرومه عشان تقول فين اللي يبقى فيها بروتين؟ ما هو البيض ده، البيض ده الفراخ، يعني بروتين حيواني زي ما هي كده. شويه البهارات الحلوين على البيض، وهندخلها الفرن. سنه بابريكا، سنه فلفل اسود. يعني تقدري تعملي عزومه النهارده على فكره. زي الفل. ده صحي ولا مش صحي؟ قولي لي ايه الغريب هنا؟ شويه زيت الزيتون اللي انا حاططهم بس. هزيه كده، هزيه، هزه، يلا هزه. عينيا يا فندم. يلا بينا نشوف الصوره الحلوه من داخل الفرن مع فرسان التلفزيون المصري. يلا بينا. اللهم صل على النبي. درجه حراره الفرن عندي 180، صلي على الحبيب. في قلب الفرن. بص عليها كده ودلعها لي. فين الصورة؟ الصورة تعني مليون كلمة. يلا بينا، عايز أشوف صورة حلوة، صورة حلوة فيها تفاصيل كتيرة، فيها خبرة طهوية. حلو. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما الشيف المغازي يقول لك تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. أنا هسيب حضراتكم أنتوا اللي تقولوا وتحكموا بصراحة. إحنا شفنا الماتيريال قبل ما نشتغل. ودايما بيعجبني الصوره قبل وبعد، حتى لما حد بيروح مثلا بيلعب رياضه بيصور نفسه قبل ما يخش على الوزن ويوزنوه ويصوروه، يقولوا بعد ما لعبت بقى شفت بقى العضلات والجو ده.
نفس الموضوع معايا، احنا بنشوف الماتيريال بتاعي والمكونات بتاعتي قبل ما نطلع الهواء. نص كيلو لحم مفروم، نص كيلو من البطاطس اتسلى، معلتين من الصومات او رقائق الذره اللي موجوده عندك في دواليب المطبخ، عملنا عليهم حفله لطيفه وجميله. اللي مش عاجبه الاقراص ياكل الحاجات الكور اللي عامله زي داوود باشا، البول الحلو من البولات الحلوه من اللحم المفروم بالتفاصيل الجميله الحلوه دي. عدلها طبق اسباجيتي مع طماطم او رز ابيض بالشعريه ايا كان، زي ما هي كده مفيش اي مشكله مع العيش، تتعمل سندوتشات زي ما هي تتاكل، لان فيها النشويات وفيها الكربوهيدرات وفيها البروتين وفيها كل حاجه حلوه ممكن ندور عليها. المفاجاه بقى طبق الفول بتاعنا اللي في الفرن. الحلو بتاعنا النهارده شرايح التوست بالتفاح المكرمل، مقاديره على الشاشه، بسيطه وسهله. عينيا عايز تشوف الفول هطلعه لك والله. حاضر يا فندم، حاضر، بس يستاهل الدلع. ما اقولكش ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. اعزمي ضيوفك بقلب جامد، لا تفكري ولا تحتاري، معاك المغازي تختاري. لا تفكري ولا تحتاري، معاك المغازي هتختاري. تختاري بقى السفرة اللي انت حباها من اي مطبخ نفسك فيه، طلياني، مكسيكي، شرقي، غربي، خليجي، عربي، مصري. تعالوا مع بعض نعمل ازاي الحلو بتاعنا رقائق التوست بيه عم الشيف بالتفاح المكرمل. مقاديره على الشاشة، شفناها مخرجنا يا جميل. معانا التوست بتاعنا بالدقيق الاسمر، بيسموه في الخليج دقيق البر، وطبعا واخد رقائق من الشوفان، وده موجود في اي ماركت بيتباع. شرايح التوست الاسمر او البر، معانا سكر، معانا شويه فانيليا، معانا التفاح الاخضر والاحمر الاثنين مع بعض، معانا السكينه بتاعتنا. وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه بحط السكر هنا في قلب الطاسه الحلوه دي، حلو، واسيبه شويه واهدى عليه شويه كده لغايه لما يديني لون حلو. بحط على السكر ده فانيليا. بجد يا شيف اول مره، لا هتشم ريحه فانيليا دلوقتي مع كرمله السكر ده، ما اقولكيش كانك حاطه حاجه حلوه في البيت. الروائح الجميلة اللي بتحطها ست الكل. ناخد التفاح الحلو ده كده، أنا جبت الاتنين علشان دايما نتساءل، يقول لك التفاح الأخضر له استخدامات والتفاح الأحمر له استخدامات، الاتنين واحد، بس الفرق بين الاتنين الأحمر بيتعمل فروت سلطة ما بيتحملش النار، الأخضر بيتحمل النار زي الفل. نعمة أهو الاتنين مع بعض. أهو بدأت السكر الكرمل على النار. أنا ما بحبش أقشر التفاح، قشرة التفاح كلها ألياف تساعد على التخلص من الإمساك وتنشط القولون لأنها غنية بالحديد. منين الكلام ده يا عم الشيف؟ العلم لما يتكلم سمع هس. هناخد التفاح ده كده زي ما هو. الله، ونسيبه بقى ايه يهدى كده مع كرملة السكر ده كده، حاجة جديدة. احنا مع بعض كده، اضافة عصير الحامض للتفاح يحميه من الاكسدة، لان التفاح فيه حديد زي البتنجان زي الموز، لما بتسيبيه متقشر شويه ايه اللي بيحصل له؟ بيتاكسد، بيسود، بيقفل نفسنا. فاضافه عصره الحامض هنا بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بتشيل الاكسده. الله، عينيا. ونسيبهم على النار يا عم الشيف. مخرجنا أسوأ خبر بسمعه وأنا شغال، مخرجنا يقول لك فاضل لك دقيقة دقيقتين، طب أسيب الاستوديو وأجري؟ ما أنا لازم أطلع بالحلو. شرايح التوست الجميلة بناخدها كده، التوست الأسمر اللطيف ده
ده بقى هيشرب ايه يا عم؟ مش زي قصة عيش السرايا. عارفين عيش السرايا اللي هو ايه؟ شرايح التوست تتحمر في الفرن، تاخد الشربات بتاع الكراميل وتتزين بقشطة ومربة الزهر. دي عيش السرايا. تاني، توست متحمر في الفرن، ايه اللي بيحصل له؟ بعد ما بيتحمر بيشرب عصير او شربات الكراميل اللي هو سكر على النار مع زبدة، وبعد كده يتزين اللي هو عيش السرايا بايه؟ بالقشطة ومربة الزهر. شايف الكرملة بتاعت السكر؟ حبيت التفاح لونه اتغير ازاي؟ الجمال والحلاوة؟ هي دي الكرملة. التفاحية استوت، شرايح من التفاح. لسه ما خلصتش. حاضر يا فندم. غياني غياني. لو عارفين المخرج بيقول لي في الاربيز، بيقول لي 40 ثانية، يعني واخد كلمة 40 ثانية دي يعني بحسسني بالايه؟ يعني تخيل واحد بيقول لك 40 ثانية وطلع من المطبخ. طبعا بتبقى يعني تقفل النار ولا تجري ولا تعمل ايه؟ شايفين الكرملة دي؟ حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. قليل من الماء. احنا حاطين فانيليا، حاطين سكر. شويه ميه صغيرين كده، يعني شقشاء ميه. ناخد الكرمله دي كده اهي، يلا بينا يلا بينا. ونقف هنا بنرصها على وش التفاح، على وش التوست. الله. والله يا مخرجنا لو عايز تخلص انا ما عنديش مشكله، انا خلصت يعني. انا هرص التفاح ده على التوست كده واغطيه بالكرمله بتاعتي الحلوه دي. ولكن خلوني قبل ما نخلص الحلقه بتاعتنا، عملنا ايه؟ عملنا كفتة البطاطس باللحمة، أو كفتة اللحمة بالبطاطس. عملنا طبق فول حصري على طريقة المغازي، في مكونات وفي تفاصيل كتيرة، أولها الحب. عملنا شرايح التوست الأسمر المعمولة بالدقيق الأسمر مع التفاح المكرمل زي ما حضراتكم شايفين كده. الله. والتفاح عايم في الكراميل. بنزل عينيا يا فندم والله. اهو شفت الكرمله دي؟ الله، ايه الشربات ده؟ يجعل ايامنا كلها شربات يا رب. الف انا وشفا. ممكن تزينيه بشويه مكسرات زي ما انت حابب. حلقتنا النهارده تفاصيلها كتير، بساطه، سهوله، مرونه. اهم حاجه انك انت مطبخك يتقدم بشكل جديد ويتقدم بطعم جديد وبنفس الماتيريال وبنفس المكونات. رؤية فن إبداع. بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.